شهدت النسخة الثالثة من بطولة درافت للسيارات التي اختتمت في حلبة نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية، منافسات قوية وسط مشاركة جيدة لنخبة المتسابقين. وشارك في البطولة 19 متسابقا قسموا إلى فئتين الستوك والموديفاديف وسط منافسات اتسمت بالحماس والقوة. وتمكن المتسابق ناصر المطيري من تحقيق لقب فئة الستوك، فيما حقق علي مقصيد لقب فئة الموديفاديف. وأشاد رئيس لجنة الحلبات والسرعة في النادي الشيخ محمد الخالد الصباح بالمستوى الذي ظهر به المتسابقون في البطولة وما قدموه من قدرات فنية عالية لا تقل عن التي تقدم في البطولات الإقليمية والدولية.